وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة السادسة في مادة محاسبة المؤسسات المالية للفرقة الثانية. تعال نسمو بسم الله الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الأوراق التجارية. درس أوراق يا جماعة، أوراق التجارية. كده معانا آخر درس مرتبط بالدروس اللي فاتت، يعني أول 5 حلقات زي ما قلنا مرتبطين ببعض، بيجوا في سؤال واحد، السؤال الواحد عليه 50 درجة، ما يقارب نص الامتحان يعني. فأول 5 حلقات دول تركز عليهم لأنه سهلين وتقدر تجيب فيهم، تضمن فيهم 60 درجة أو 50 درجة بكل سهولة وبكل بساطة بإذن الله، ولكن محتاج شوية تركيز منك، محتاج شوية تركيز لأنه الـ5 حلقات طوال، فعلشان طوال لازم تركز معايا علشان تفهم الدروس بإذن الله. بقول لك الأوراق التجارية، يقصد بالأوراق التجارية الكمبيالات التي يستلمها البنك من عملائه، وذلك للقيام بالآتي: تحصيل الأوراق التجارية نيابة عن العملاء، وقسم او خصم او قطع الاوراق التجاريه لحساب العملاء. يعني ازاي؟ يعني الاوراق التجاريه دي يا جماعه زي بتدفع مكانها فلوس، زي الكمبيالات بالظبط، او زي الشيكات، زي الشيكات او زي اوراق الدفع. الاوراق التجاريه زي الاوراق الدفع. بيقول لك الاوراق التجاريه يا جماعه تنقسم ليها قسمين، اقسام الاوراق التجارية. عندنا نوعين أو قسمين يا جماعة، عندنا واحد تحصيل الأوراق التجارية نيابة عن العملاء. اثنين، ما هو ما يبقاش ده، اما حبر خفيف او حبر زياده، لازم يبقوا مظبوطين. مش عارف ايه القلم ده عامل معايا من بالعاني، مش عارف ليه. اثنين، خصم او قطع الاوراق التجاريه لحساب العملاء. يبقى عندنا نوعين، تحصيل الاوراق التجاريه يا جماعه نيابه عن العملاء. اثنين، خصم او قطع الاوراق التجاريه لحساب العملاء. تعال ناخذ كل جزء لوحده وبالتفصيل باذن الله، ركزوا معايا وتعال نشرح الجزء الاول. الجزء الاول هو ايه يا جماعه؟ اللي هو تحصيل الاوراق التجاريه نيابه عن العملاء. تحصيل، اولا تحصيل الاوراق التجارية نيابة عن العملاء. طبعا بالنسبة لتحصيل الأوراق التجارية جماعة نيابة عن العملاء ليها مرحلتين، ليها هي مرحلتين. تعال نتعرف على المرحلة الأولى. واحد، المرحلة الأولى، الأولى استلام الأوراق، ألف الأوراق التجارية لتحصيلها. تمام كده، تمام. بالنسبه للمرحله الاولى لاستلام الاوراق التجاريه لتحصيلها ليها مرحلتين او نوعين. ازاي المرحلتين او نوعين؟ يعني اما تبقى في نفس الجهه او في جهات اخرى، في نفس الجهه او هي جهات اخرى. ترى ناخذ بالتفصيل في نفس الجهه. اول حاجه في نفس الجهه، في نفس الجهة. تعال نعرف القيود. تعال نعرف أول قيد عندنا هو القيد النظامي. القيد النظامي. تعال نكتب القيد. من حساب
أوراق التجارية مقدمة للتحصيل. إلى حساب عملاء الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل. وننزل المبلغ، وننزل هي المبلغ يعني القيد النظامي من حساب أوراق الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل إلى حساب عملاء الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل. القيد سهل ما فيهوش أي حاجة صعبة خالص، ده بالنسبة للقيد النظامي في نفس الجهة. تعال ناخد القيد الثاني، وهو قيد عمولة التحصيل. قيد عمولة التحصيل ده القيد الثاني يا جماعة في نفس الجهة، القيد الثاني فيها في نفس الجهة. تعال نكتب القيد من حساب الحسابات الجارية الدائنة أو الخزينة. يعني إما يكون من الحسابات الجارية أو الدائنة أو من حساب الخزينة. خلاص كده؟ خلاص. طب إلى حساب مين؟ قلنا نحن قيد عمولة التحصيل، يبقى إلى حساب عمولة التحصيل. عمولة تحصيل الكمبيالات. وإحنا قلنا الأوراق التجارية هي يا جماعة الكمبيالات، والمبالغ تنزل. ده بالنسبة لنفس الجهة، بالنسبة لنفس الجهة خدنا أول قيد للمرحلة الأولى. تعال ناخد في جهات أخرى، نقسم السبورة كده، وتعال ناخد الجزئية في جهات أخرى. في جهات أخرى، في جهات أخرى يا جماعة ليها ثلاث قيود، ليها كم قيد؟ ليها ثلاث قيود: قيد نظامي، قيد إرسال، قيد عمولة الفرع. عمولة هي الفرع. تعال ناخد أول قيد، وهو القيد النظامي. القيد النظامي يا جماعة نفس القيد ده بالظبط، علشان محدش يتلخبط. والدرس يا جماعة هو طويل، أي نعم، ولكن القيود شبه بعضها. يعني القيد النظامي نفس القيد ده، اللي هو من حساب أوراق التجارية مقدمة للتحصيل، مقدمة للتحصيل، ونزل المبالغ في المدين إلى حساب عملاء الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل، ونزل المبالغ. ده بالنسبة للقيد الأول، هو القيد النظامي. طب بالنسبة للقيد الثاني، هو قيد الإرسال. قيد اثنين، قيد إرسال. قيد الإرسال يا جماعة هيبقى هي من حساب الفروع، من حساب الفروع الأوراق التجارية مرسلة للتحصيل، مرسلة للتحصيل. يبقى لما يقول لي إرسال يبقى مرسلة للتحصيل، ونزل المبالغ إلى حساب الأوراق التجارية مرسلة للتحصيل. برضو القيد سهلة يا جماعة، دايما القيود والله في كل درس القيود كلها سهلية. إذا القديم من حساب وإلى حساب متشابهين من بعض، يعني ما فيش حاجة صعبة فيهم أو مختلفين، كلهم مشابهين البعض ومقاربين البعض. ده بالنسبة للقيد يا جماعة، القيد الإرسال. تعال ناخد القيد الثالث، وهو عمولة الفرع. ثلاثة قيد عمولة الفرع.
تمام كده؟ تمام، تعال ناخد هي رصيد متكون من هي؟ من حساب عمولة الفرع إلى حساب الفروع الجارية، وبين قوسين الفروع نقط الجارية، بين قوسين هتبقى يا جماعة المراسلين، عامل لكم كده كده بين قوسين المراسلين، تمام كده؟ تمام. في أي صعوبة يا جماعة؟ ما فيش أي صعوبة خالص. ده بالنسبة للمرحلة الأولى، المرحلة الأولى استلام الأوراق التجارية التحصيلية في نفس الجهة وفي جهات أخرى. في نفس الجهة القيد النظام وقيد عمولة التحصيل بس، في جهات أخرى القيد النظام وقيد الإرسال وعمولة الفرع. أظن إن هم ما فيهمش أي صعوبة ولا أي حاجة خالص صعبة. تعال أمسح الكلام ده وأدي لكم المرحلة الثانية. نمسح الكلام ده، نمسح. يا ريت الكل يكون بيكتب ورايا يا جماعة، علشان الحاجات دي مهمة علشان تعرف تذاكر منها. ناخد اثنين المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يا جماعة وهي تحصيل أو رفض الكمبيالات، رفض الكمبيالات. إما تتحصل الكمبيالات أو تترفض. ده بالنسبة لتحصيل الأوراق التجارية نيابة عن العملاء، نيابة عن العملاء. برضو في نفس الجهة وفي جهات أخرى. تعالوا نشوف في نفس الجهة في التمرين يا جماعة يحدد لي في نفس الجهة ولا يحدد لي في جهات أخرى. تعالوا نركز في نفس الجهة. في نفس الجهة يا جماعة ليها قيدين اثنين بس، ليها قيدين قيد، ليها قيدين اثنين. أول قيد وهو إلغاء القيد النظامي. أظن إلغاء القيد النظامي بالنسبة لأي حد سهل يعمله. ليه سهل يعمله؟ أنا علمتولكم يا جماعة، قلتلكم في أكتر من حلقة، الحلقة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها، عشان ألغي القيد النظامي أعكس القيود بتاعت إلغاء القيد النظامي. يعني القيد النظامي نحن قلنا من حسابية، من حساب الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل إلى حساب عملاء الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل، نحن نعكسهم. المدين هيبقى دائن والدائن هيبقى مدين. طب تعالى كده، من حساب، من حساب هيبقى كان الأوراق التجارية هيبقى عملاء الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل إلى حساب الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل. ونزل المبالغ زي ما هي، المدين الدائن. ده بالنسبة هي لإلغاء القيد النظام، لإلغاء القيد النظام. تعال نروح للقيد الثاني، هو قيد التحصيل. قيد هي التحصيل. اثنين القيد التحصيل. برضو تعال نكتب القيود، تعال نكتب القيود. هيبقى هي من حساب الخزينة، طالما هحصل فلوس يبقى الخزينة هتزيد، يبقى من حساب الخزينة إلى حساب الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة. يعني على حسب هي، على حسب السؤال،
اما يقول لك الى حساب الحسابات الجاريه الدائمي، او يذكر لك المدينه في نفس الوقت، او يذكر لك هي المدينه في نفس الوقت. طب لو ذكرهم هما الاثنين يعني، هيبقى الى حساب الى مذكورين، حساب الحسابات الجاريه الدائمي وحساب الحسابات الجاري المدينه. كده ما فيهاش اي غلط وما فيهاش اي صعوبه. تعال نروح في جهات اخرى، ده بالنسبه هي في نفس الجهه اللي هي قضيه بس الغير قضيه النظامي وقضيه التحصيل. اثنين اللي هو في جهات اخرى، في جهات اخرى، اللي في جهات اخرى يا جماعه ليها ثلاث قيود. الغاء القيد النظامي نفس الكلام ده، والغاء القيد الارسال عكس القيد الارسال اللي احنا عملناه فوق في تحصيل الاوراق التجاريه، وبرضو هنعمل قيد التحصيل نفس القيد ده، بس هتختلف اللي هو بدل الخزينه هيبقى هي الفروع الجاريه، الفروعيه الجاريه هي الفروع الاخرى يعني. فيبقى اول حاجه واحد الغاء القيد النظامي. عشان نلغي القيد النظامي زي قلنا زي نفس الكلام ده بالظبط، هيبقى هي من حساب عملاء الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل، ونزل المبالغ، وبعد كده إلى حساب الأوراق التجارية مقدمة للتحصيل، ونزل المبالغ. ده بالنسبة هي للغاء القيد النظامي. تعال نلغي القيد الإرسال. اثنين إلغاء قيد الإرسال. محدش يركز على الأصوات اللي بره يا جماعة. إلغاء قيد الإرسال من حساب الأوراق التجارية مرسلة للتحصيل، يبقى خلينا المدين الدائم مدينة يا جماعة، والمدينية دائم، إلى حساب الفروع الأوراق التجارية مرسلة للتحصيل، تمام كده، تمام يا جماعة، مفيش أي صعوبة خالص. عملنا قيد عكسي للقيد الإرسال، وعملنا قيد عكسي للقيد النظامي. تعال نروح للقيد الثالث وهو قيد التحصيل. قيد التحصيل، قيد التحصيل يا جماعة هيبقى سهل نفس القيد ده، بس قلنا بدل الخزينة هيبقى الفروع، لأنه ده في جهات أخرى وده في نفس الجهة. طالما في نفس الجهة هيبقى الخزينة هتزيد، في جهات أخرى الفروع الجارية هي اللي هتزيد. يبقى من حساب الفروع الجارية إلى حساب نفس الكلام ده، الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة. كده يا جماعة خلصنا إيه؟ نحن خلصنا المرحلة الثانية. فاضل ده بالنسبة يا جماعة بالنسبة الألف، ده بالنسبة هي المرحلة الثانية بالنسبة الألف. إزاي يعني بالنسبة الألف؟ يعني قلنا دي بالنسبة الألف عند التحصيل، طب عند الرفض الكلام ده اللي بشرحه بيقول لك المرحلة التانية بتتكلم عليها. المرحلة التانية بتتكلم عن تحصيل أو رفض، تحصيل أو هي رفض الكمبيالات. اتكلمنا الجزء اللي كتبناه ده اللي هو في نفس الجهة وفي جهات أخرى دول على التحصيل. طب لما تبقى في رفض الكمبيالات هكتب لكم الكلام ده، هتبقوا معايا بالترتيب يا جماعة. يعني ده أنا هعتبره لك ألف، الكلام ده هعتبره لك إيه؟ ألف اللي هو تحصيل، الكمبيالات.
فاضل معانا ب اللي هو رفض الكمبيالات، فاضل هي ب اللي هو هي رفض الكمبيالات. هنمسح الكلام ده واشرح لكم رفض الكمبيالات اللي هيحصل ايه لو هي هكتب قيودية لو اترفضت الكمبيالات. انت بلاقوش يا جماعة كل حاجة سهلة، أهم حاجة صلوا على النبي وذاكروا والتزموا بالمذاكرة. هنقول ب ب وهي ايه يا جماعة؟ ب عند رفض، عندما يتم رفض الكمبيالات، عندما يتم رفض الكمبيالات اي اللي بيحصل يا جماعه؟ بيبقى في نفس الجهه وفي جهات اخرى. تعال نكتب اللي في نفس الجهه وبعد كده نكتب اللي في جهات اخرى. في نفس الجهه، في نفس الجهه، في نفس الجهه لها ثلاث قيود يا جماعه: الغاء القيد النظامي، سداد مصاريف البروتستو، تحصيل رسوم معاملة البروتستو من العميل. تمام، ومحدش يسألني عن البروتستو علشان انا معرفهاش. واحد، الغاء القيد النظامي. طبعا الغاء القيد النظامي بدل ما اكتب القيد النظامي انتوا عارفينه ومش محتاجين ان انا اكتبه لكم مرة تانية. اتنين، وهو سداد مصاريف البروتستو. البروتستو زي ما قلنا محدش يسألني عليها على البروتستو، اللي يسألني على القيود، يسألني عليها على القيود. تعال أقول لكم من حساب عشان نكفي، من حساب رسوم البروتستو، رسوم البروتستو، ونزل المبالغ إلى حساب الخزينة لأن الخزينة نقصت، لأن الخزينة هي نقصت، ونزل المبالغ. في مشاكل يا جماعة؟ ما فيش أي مشاكل. ده بالنسبة للقيد الثاني. يبقى القيد الأول إلغاء القيد النظامي، وإلغاء القيد النظامي أنتوا عارفينه، فما فيش مساحة في السبورة أنا أكتب لكم إلغاء القيد النظامي. اثنين، سداد مصاريف البروتستو ده مش عارفينه، فانا كتبت لكم الخيار. هكتب لكم القيد الثالث وهو تحصيل رسوم معموله البروتستو من العميل. وانا عامل كده واكتب ثلاثه اللي هو ايه؟ تحصيل رسوم وعموله البروتستو. تحصيلية رسوم وعمولة البروتستو. القيود اللي هتبقى من يا جماعة؟ من الحسابات الجارية الدائنة، من حساب الحسابات الجارية الدائنة، ونزل المبالغ إلى مين يا جماعة؟ إلى مذكورين. طب يا ترى مين المذكورين؟ المذكورين اللي هم تحصيل رسوم وعمولة، يبقى الرسوم والعمولة. فأنا أقول حساب رسوم البروتستو، رسوم البروتستو، وحساب عمولة البروتستو، عمولة البروتستو. وروح منزل المبالغ، أنزل إيه في المبالغ في الدائن. كده خلصنا يا جماعة. في نفس الجهة عندما يتم رفض الكمبيالات، عندما يتم رفض الكمبيالات هي في نفس الجهة، هعمل ثلاث قيود: إلغاء القيد النظامي، سداد مصاريف البروتستو، تحصيل رسوم معمولة البروتستو. كده خلصنا يا في نفس الجهة. تعال نروح في جهات أخرى، في جهات أخرى. في جهات يا جماعة؟ في جهات أخرى. هنعمل أول حاجة إلغاء القيد النظامي. واحد، إلغاء القيد النظامي.
طبعا. والغاء القيد النظامي انتوا عارفينه، فمش مستاهل ان انا اكتب لكم القيد النظامي. تمام. اثنيا، الغاء قيد الارسال، برضو قيد الارسال نفس الكلام انتوا عارفينه، فانا مش محتاج ان انا اكتب لكم الغاء قيد الارسال لان انا لسه كاتبه، فهمسح واكتبه تاني مش مستاهل. ثلاثة، سداد مصاريف البروتستو، سدادية مصاريف البروتستو، هيبقى من الحسابات الجاية الداينة أو المدينة إلى حساب الفروع الجاي، هيبقى من حساب الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة إلى حساب الفروع الجارية، الفروع الجارية، ونزل المبالغ، ونزل إيه المبالغ. كده خلصنا يا جماعة، خلصنا المرحلة الثانية بالكامل، خلصنا المرحلة الثانية جزء تحصيل وجزء رفض الكمبيالات، يبقى جزئيا عند جزء التحصيل وعند جزء رفض الكمبيالات. جزء التحصيل اللي احنا مسحناه دلوقتي، جزء رفض الكمبيالات اللي هو موجود قدامك على السبورة ده، اللي هو الجزء ده والجزء ده. بعد كده معانا آخر حاجة، وهي خصم أو قطع الأوراق التجارية. معناه خصم او قطع الاوراق التجاريه، الجزء ده سهل جدا يا جماعه لانه هو قيد واحد بس، هو قيد الخصم. نمسح الكلام ده، يا ريت الكل يكون بيكتب ورايا يا جماعه، اللي مش بيلحق يكتب ورايا يرجع الفيديو 5 ثواني او 10 ثواني، هيلاقي الكلام زي ما هو موجود على السبوره ويكتب الكلام اللي انا مسحته. ثانيا، خصم أو قطع الأوراق أو الكمبيالات لحساب العملاء، لحساب العملاء. تمام كده يا جماعة. تمام، عندنا قيد واحد زي ما قلت لكم، هو قيد الخصم، قيد الخصم. قيد الخصم بيبقى من حساب الأوراق التجارية مخصومة إلى مذكورين، هيبقى إيه؟ من حساب الأوراق التجارية المخصومة هتنزل مبالغ في المدين، وبعد كده إلى مذكورين. حساب الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة. تمام كده يا جماعة. تمام، بالنسبة للمبالغ اللي هتنزل، ننزل مبالغ في الدائن، وبعد كده في ملحوظة اللي هي أنا لو عايز مبلغ حساب الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة، هقول قيمة الأوراق ناقص الأجيو. تعالى أكتب لكم الملحوظة هنا، اكتب على طول قاف قيمة الأوراق ناقص الأجيو، وراح قافل القوس. يبقى قيمة الأوراق ناقص هي الأجيو، المبلغ اللي هيطلع هحطه فيها في حساب الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة. ده بالنسبة للحسابات الجارية الدائنة. اثنيا، الحساب الثاني وهو الأجيو نفسه، حساب هي الأجيو، ونزل المبالغ في الدائن. طب ماشي، الحساب الأجيو ده المبالغ هي اللي هتنزل بالظبط، وهي مصاريف القطع، مصاريف القطع. يعني انا لما اجي اكتب الى مذكورين حساب الحسابات الجارية الدائنة او المدينة وحساب الاجو، هروح المبالغ لحساب الاجو، ابص في التمرين الاقي مصاريف القطع هنزلها في حساب الاجو، هروح الحسابات الجارية الدائنة او المدينة، هبص في التمرين هلاقي قيمة الاوراق
وهلا جاي الاجيو، يبقى اقول قيمه الاوراق ناقص الاجيو، هنزل مبلغ حجما مبلغيا واحطهم في المدين، حجما مبلغيا بتوع الدائن واضيفهم للمدين. كده خلصنا يا جماعه الاوراق التجاريه كلها، خلصنا قسم تحصيل الاوراق التجاريه نيابه عن العملاء، وخلصنا خصم او قطع الاوراق التجاريه لحساب العملاء. الدرس زي ما انتم شايفين سهل، هو طويل ولكن سهل، كلهم شبه بعض خالص، كلهم شبه بعض، والله لو ركزتوا عليهم هتلاقوهم كلهم اللي في جهات اخرى كلهم شبه بعض. قيد نظامي، قد ارسال قيد عموله الفرع، الجزء الثاني هو الغاء القيد النظامي، الغاء قيد الارسال، قيد تحصيل، التالي في الجزء الثالث اللي هو الغاء القيد النظامي، كلهم شبه بعض. يعني نظامي والغاء، ارسال والغاء، تحصيل والغاء، زي ما انتم شايفين. فالدرس سهل وبسيط، فانتوا كل المحتاجين فيكم انكم انتوا تركزوا. فاصل وارجع لكم تاني، ورجعت لكم مرة تانية. خلصنا درس الأوراق التجارية وهناخد مثال نحله مع بعض. تعالوا نجيب دليل الامتحانات. أنا الأسئلة كلها اللي بكتبها يا جماعة بكتبها من دليل الامتحان، علشان ما حدش بيقول لي أنت بتشرح أسئلة سهلة ولا صعبة. تعالوا ندور في 2015. في 2015 خدنا بلغت الإيداعات حليناها، نفذ البنك أمر التحويل حليناه في الحلقة الأولى، الفوائد حليناها في الحلقة الأولى، قام البنك بفتح اعتماد مستندين حليناها في الحلقة الثانية، أصدر البنك خطاب ضمان في الحلقة الثالثة، تم شراء الأوراق المالية في الحلقة الرابعة، بلغت المصروفات وعمولة البنك في الحلقة الأولى. كده ما لقيناش نحن من هي من الأوراق التجارية. تعالوا نروح لامتحان 2016. امتحان 2016 هندور فيهم كلهم هنلاقي بلغة الأوراق التجارية، بس هي نقطة واحدة، بلغة الأوراق التجارية المخصومة، يبقى خاصة بيها يا جماعة بالخصم، خاصة بدرسية بالخصم. تعالى نكتب كده، نجهز، هنعمل خط كده نعزلهم، المخصومة يبقى من الخصم ده. فبدل ما اكتب انا هجيب لكم دول على طول، هكتب القيود، علشان انا قلت لكم القيود ايه يا جماعه، القيود حفظ، يعني انت مش بتغير القيود حتى لو عامل لك ايه في القيد او في السؤال، مش بتغيره خالص، القيد ده بينزل زي ما هو، القيد ده بينزل زي ما هو. تعال نقرا السؤال، قال لي بلغت الاوراق التجاريه المخصومه لدي البنك 140 الف جنيه، وقد بلغت مصاريف القطع 2000 جنيه، وقد تم تعليه الباقي لحساب العميل بالبنك، لحسابيه العميل بالبنك. فهو اصلا مصاريف القاطع عرفناها كام؟ 2000 جنيه، تنزل 2000 زي ما هي، تنزل هي 2000. تعال نروح الحسابات الجاريه، ما يقول لك الباقي لحسابات العميل بالبنك، الباقي هي الحسابات العميل بالبنك اللي هي 140000 ناقص 2000، هتفضل كام؟ 138000 جنيه، 138000 جنيه. طب بعد كده من حساب الاوراق التجاريه المخصومه كام على كده يا جماعه؟ هو الاجمالي بتاعهم اللي هم كام؟ 140000 جنيه، 140000 جنيه. كده خلصنا يا جماعه القيد، القيد سهل وبسيط، القيد الخصم يا جماعه هو قيد سهل خالص وبسيط جدا، وما فيهوش اي صعوبه باذن الله تعالى، ما فيهوش اي صعوبه. طبعا لو عجبتك الحلقه لايك للفيديو، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس، وشير البث لكل اصحابك او الفيديو لكل اصحابك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.